اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق احمد الشاذلي رئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه، واللواء اركان حرب بكر البيومي مدير اداره الاشاره للقوات المسلحه، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي، أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين. كما اطلع سيادته على جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول، إلى جانب تطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف ومتطلبات التنمية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة. كما اجتمع السيد الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعه معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصه ما يتعلق بتطورات تنفيذ مبادره مصر الرقميه التي تهدف لدعم الاداء الحكومي من خلال توفير احدث الخدمات الرقميه للمواطنين على مستوى الجمهوريه، فضلا عن جهود النهوض بتصميم وصناعه الالكترون. في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية بالإضافة إلى مستجدات التوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية بهدف الاستفادة من المميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في تقديم خدمات التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر لسيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها بالإضافة إلى دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين عن طريق تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريا وماديا بالتعاون مع كبريات الشركات العالميه في هذا القطاع وبما يتناسب مع المتطلبات الحديثه لسوق العمل ويتكامل مع استراتيجيه الدوله لاعداد اجيال متميزه من الشباب المصري القادر على المنافسه العالميه ومواكبه التطور المتسارع في هذا القطاع الحيوي.